الامر التاني، اي انسان ربنا سبحانه وتعالى ولا مسؤوليه او استرعاه على مسؤوليه ثم لم يقم بتلك الامانه فقد خان الله ورسوله في تلك المسؤوليه. يعني ايه؟ يعني الانسان الذي يقصر في نفقه اولاده عن عمد وعن قصد هو يوم القيامه خائن لله ولرسوله، سيحاسب. الانسان اللي بيسدد حتى وإن سدد، وده أمر لازم ننتبه إليه كويس قوي، اللي عليه نفقة، اللي عليه دين، اللي عليه وسط أمانة، اللي عليه شيك، اللي عليه مرتبات موظفين وهو قادر على السداد وقتي، بس يقول لك أصبر شوية، أنزل شهر وشهر، الشهر الجاي أدهم له من الفوائد، الشهرين الجايين عشان كل أضايق ده الأم، في تسويف كل وفي ده مجرد التسويف. حتى وإن أديت وسددت أنت يوم القيامة ستعامل معاملة الظالم بين يدي الله سبحانه وتعالى. المماطلة ظلم والمماطلة خيانة. النفقة بتتعامل معاملة الدين اللي في طبعا على رقبته فكرة دين. هو دين، على فكرة هو دين، بل أعظم الديون، بل أعظم الديون. خدوا بالكم أنا بقول الكلام ده ليه، لأن احنا بندخل الزوجة اللي هي طرف، خلي بالك ما هي الزوجة برضك قليلة الحيلة، فلو بنتك دي نامت مرة جعانة أو مرة محتاجة شيء فهي في رقبتك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكم من ذنب أنجب ذنوب ونحن لا ندري، وكم من ذنب أنجب إيه؟ ذنوب. ذنوب. أنت شايفة حضرتك إن أنا بضايقها، بس بضايق الست بس عشان تترجاني شوية. طب أنت ما بصيتش لبنتك دي لما نامت زعلانة؟ لما ابنك ده نام وهو حاسس إن هو قليل، وهو حاسس إن ملوش ظهر ولا سند، فيوم القيامة سبحان الله ربنا هيحاسبه حساب عسير جدا. ولو لم يكن له حساب إلا أنه خان الله ورسوله في تلك المسؤولية لكفى. قصة اللجوء للمحكمة وعدم لجوء المحكمة، أنا عن نفسي كمحمد دائما أقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني إيه؟ يعني في حد تقول له عيب واختشي ما يسمعش، لكن أول ما يجيله المحضر بثلاث شهور يدفع جري. طيب أنا عايزة سؤال أخير. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا يعني مين اللي هم، مين بقوا إن بيعملوا الذين إيه؟ كل إنسان مؤمن سيبتلى وسيفتن، وكل إنسان مجرم سيعرض للفتنة والابتلاء على أهل الإيمان. اديني أمثلة الفتنة كده. الفتنة كتيرة، خدي بالك الفتنة كتيرة. يعني هو ارجع كده لما فتن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل قريش وقال قولته المشهورة: والله يا عم لو وضعوا القمر في يميني والشمس في يساري على أن أترك هذا الأمر لا أتركه. ولما قولوا قالوا له: إن شئت ملكا ملكناك وإن شئت مالا أعطيناك. خدي بالك مش كل دي. ايوه انا، ما انا عايزه افهم واطبقها على العصر الحالي والناس اللي عندنا. كويس. يعني اللي بيفتن ده بيعمل ايه هقول دلوقتي؟ لك الفتن ازاي. في السريع. الفتن ان حاضر في السريع، حاضر، بنتك تبقى محجبه ماشي كده وتروح الجامعه فتسمع التريقه بودنها، وتسمع انها مش هتتجوز، وتسمع ان هي مش جميله، وتسمع ان الحجاب، اليست هذه فتن؟ اما يحس الانسان الماسك على دينه او القابض على دينه انه يمنع من اماكن دون اماكن، اليست هذه فتن؟ خد بالك لما نيجي احنا النهارده بعدما كنا نتباهى بحفظه القران وباهل اللغه وباهل الفصاحه اصبحنا بنتباهى بحاجه تانية خالص. هي دي مش فتن؟ وكاني ارى امام عيني بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. نورتني يا فضيلة الشيخ. أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان، ورزقني وإياك والمشاهدين زيارة النبي العدنان. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد أبو بكر. مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل.